مرحبا بكم. حلقة جديدة في سلسلة ولد ليقتل، السلسلة العالمية في المحقق اللي في كل مرة نعرض لكم فيها تفاصيل واحد من المجرمين المشهورين في العالم، ونحاول نتسائلوا معاكم هل تعتبروا أنه بالتفاصيل اللي باش نحكيوها السيد ولا السيدة اللي نحكيو عليه ولد ليقتل؟ وقضيتنا لليلة باش ترجع بينا لشيكاغو الأمريكية، ما سمي عليها شوية عنا الإجرام. شيكاغو الأمريكية بين الستينات وأواخر السبعينات، ويمشي نلقاو فيها شخصية محبوبة جدا في الأوساط الأمريكية المترفهة، خاصة راجل جون جيسي. جون جيسي انتربرونور، صاحب أعمال وإنسان يعمل في برشا خير. بلا مارة حبه للخير والفعل الخير تخليها أنه ما يترددش باش يلبس كلون، باش يمشي كل مرة قدام الصغيرات المرضى، يمشي لهم للسبيطارات، يزورهم، يرفه عليهم شوية، يعمل لهم شوية بهلوانيات، حتى أنه درجة الشهرة متاعه باش تخليه وقتها يكون موجود ضمن واحد من الأحزاب الكبرى الأمريكية، وحتى أنه يصافح زوجة الرئيس الأمريكي. هذا يعكس حضوره وقتها في وسط الأوساط الأمريكية والتقدير اللي كان يحظى به. قبل ما نكتشفه أنه مكياج الكلون كان يخبي واحد من أشهر القتلة المتسلسلين في أمريكا. مرحبا بك في حلقة جديدة من ولد ليقتل. حكايتنا لليلة باش ترجع بينا لشيكاغو، نرجع بيك ل 1964، زواج ما بينات جون وين جيسي وما بينات مارلين، الزواج اللي باش يصير بعد قصة حب ما بيناتهم الاثنين، وسريعا باش يتم هذا الزواج. كانوا عايشين مع بعضهم في البداية، لكن فيسا كيف لقاو أنه الطبيعة تركب على بعضها باش يصير الزواج. زواج اتقال أنه قصة حب، ربما فيه شوية الحب، ولكن زاد في حاجة أخرى، بما أنه ماريلين بوها عنده سلسلة من المطاعم تاع الفاست فود الأمريكي اللي موجود منهم حتى عنا في تونس. عنده ثلاثة مطاعم، وبالتالي الزوج سي جون كان عارف أنه نسيبه باش يعطيه يسير هذه المطاعم على أول ما يعرس بنته، وفعلا هذاك اللي باش يصير. أواسط الستينات، إذن جون قاعد يسير في هذه المطاعم، ولا عرف على مجموعة الموظفين اللي موجودين فيها، والحقيقة كان معروف عليه أنه عارف صعيب، لا يستعرف بالسوايع الزايدة، لا يستعرف بيوم عطلة أسبوعي، لا يستعرف بخلاص كما يلزم، وكان يخدم بالأخص في صغار المراهقين، ما بينات المراهقة وبداية سن الرشد كان تحب، يعني 17 18 20 21 22 تقريبا، هذيك هي الاعمار نتاع الناس اللي كانوا يخدموا معاه. اما ماني قلت لك اللي هو انسان نس ملاح جون وين جيسي، هذيك علاش صحيح لي الخدمه، ولكن في الدار فما مجال للترفيه، بما انه في داره
عنده كاف، وفي الكاف فما بيار أمريكا وفما تلفزة، وهوكا يسمح للموظفين متاعو باش يجيو بحذيه للدار ويستمتعوا. معناها نحكي وراه سنوات 60، معناها تسمى ديجا بيار وتلفزة تسمى حاجة خارقة للعادة، باش ما نقولش استثنائية. هذا في الظاهر، في الظاهر برك، على خاطر في الحقيقة اللي كان يعمل فيه جون وين جيسي ما كانش في خاطر الخدمة متاعه، ولكن كان لإشباع رغباته هو. جون وين جيسي كان يستدعى في الموظفين اللي عنده واللي هما صغار في العمر، كان يستدعاهم على أساس باش يعديوا شوية وقت مع بعضهم، وعلى أساس الموظف هذا باش يبدل شوية الجو. ولكن فيما بعد وعلى أول ما يوصل يكتشف وأنه وقع في المنداف، ومنهم الشاب هذا. نحكيه على إدوارد لانش، عمره 16 سنة. وقت اللي باش يستدعاه عارفه في أواسط الستينات باش يمشي بحذاه للدار، كان يتصور أنها جلسة عادية باش يمشي يبدل الجو كما قلنا. لكن أول ما باش يوصل للدار باش يشوفوا أنه عارفه قاعد يتصرف معاه في تصرفات غريبة. أحسب روحه ما شافش من الأول، لكن بعد جون يقرب منه بشوية بشوية ويتلمس بشوية بشوية باش يفهموا اللي هو راهو ما يحبش، واللي هو راهو يحب البنات، واللي هو راهو ما مش باش يسمعوا. باش تبدا الامور تتكهرب والنرفزة تكبر، باش تولي عركة ما بيناتهم الاثنين، وإدوارد يحب يسلك روحه ويهرب. يا أخي جون باش يجيب سكينة ويهددوا بها، وبالسكينة باش يجرحوا. ثم على أول ما باش يشوف الدم باش يدخل بعض جون، وباش يبدأ يعتذر ويقول له سامحني ما صار شيء، ما صار حتى شيء. شو إجا باش نهديو هالهدرة هذية، شو باش نعمل لك لعبة متاع سحر، تتشوف تو قوموا نضحكوا ونوليو نعملوا في جو. وإدوارد مش باش يكون من العاكسين وباش يطاوع عرفه في السحر زعما اللي باش يعملوا. عدا أول حاجة باش يعطيه منوت يلبس له منوت، ثم بعد ذلك باش يلقى روحه إدوارد مكبل يدين، وعرفه جون قادر أنه يعمل فيه اللي يحب. مع ذلك باش يكمل يتفارع هو ياه، أول ما حب ينحي له حوايجه. في الأخر مختصر الحديث، من بعد باش يتعاركوا باش يوصل جون يخنق إدوارد للي يقص عليه الهواء، للي يفقد الوعي ولده 16 سنة، وهو يتصور ومات ويبدأ يقوم فيه. وأخيرا فاق. وقت اللي فاق قرر أنه يسيبه على أساس أنه وليد صغير تون، سيبه حتى كان باش يحكي حاجة، حتى حد ما هو باش يصدقه. وعلى كل حال أنا قررت باش نطرده، وذاك اللي صار. فكيف مشى إدوارد لمركز الأمن يروي لهم في اللي صار ويقدم شكاية في عرفه، قالوا له نعم كيفاش انت معناها توا خاطر طردك عارفك تجيب هالحكايه الجهنميه ذي، معناها عمل لك منوت وفي الكاف وشدك وضربك وناوي يغتصبك وا وا وا. هزي من هالهدره الفارغه ورا شوف حاجه اخرى تبلع عليها. جون وين جيسي ناس مليح، ناس طيبه، داير ناس مليح ياسر مع البوليسيه. كل ما نمشيولو معناها نفطروا ما لذة وطاب، معناها بلاش فلوس ما ينجمش يكون السيد هذايا مجرم. وهكا باش تتنسى وتحفظ
الشكاية متاع إدوارد. وسي جون باش يبدأ عنده نوع من الإحساس أنه حتى شيء ما ينجم يوصله، وهذا اللي باش يخليه يتعدى للضحية الثانية، دونال فاريس. دونال فاريس اللي هو زادة واحد من الموظفين نمتاعه اللي يخدموا عنده اللي عمره تحت 20 سنة. دونال فاريس اللي لقى روحه ضحية اغتصابات متكررة من عند عرفه في البيرو متاعه لفترات ومدة متواصلة، حتى لين سيف فد وما عادش يحمل وما عادش قادر يتحمل، وقرر انه يقول لبوه. وبوه اللي على الفور باش يعلم السلطات الأمنية باللي حكاه له ولده. احنا عام 1968 وسيفتح تحقيق بتهمة الاغتصاب في حق جون جيسي، ونتيجته باش تكون بإدانته والحكم عليه ب10 سنين حبس. مع الحكم، مع مرته مارلين اللي فهمت انه رجلها عنده ميولات جنسية مثلية وباش تطلب منه الطلاق، او اكثر من مثلية هي بيدوفيلية، باش تطلب الطلاق، باش يصير الطلاق وباش يتحكم على جون جيسي ب10 سنوات سجن. المفروض هذا ان بريداتور سيكسويل كما يتسمى، ووقع ايقافه وانتهى الموضوع. المفروض كهو على خاطر قلت لكم اللي في هذه القضيه كما في امريكا، كما في فرنسا، كما في اوروبا، كما في تونس، كما وين تحب، احيانا ما تفهمش علاش بعض القضايا تصير بطريقه معينه، وشنو اللي يصير باش يخلي المجرمه يتم إطلاق سراحهم من جديد. جون جيسي باش يكون السجين المثالي. ماني قلت لك هو طباخ ومعناتها يخدم في مجال الطبخ، باش يكون طباخ الحبس وباش يكون سجين مثالي، حتى أنه واحد من البرامج التلفزية اللي تعمل على الظروف في الحبس باش يصوروا معاه. والنتيجة قديش كان محكوم؟ 10 سنين حبس، مش يخرج في ظرف 21 شهر، أقل من عامين سجن بسبب حسن السلوك. ومع خروجه باش يعاود حياته، باش يرجع لشيكاغو وباش يمشي يخدم في واحد من المطاعم قبل ما يكمل يتطور من بعد كما العادة في إشرافه على هذه المطاعم، وباش يعاود يتعرف على سيدة جديدة كارول اللي باش يعرس بها سريعا. ولكنه منسيش صنعته لولا، أما المرة هذه ولا عنده نوع من الإحساس بالإفلات من العقاب، والمرة هذه قرر أنه ضحاياه ما عادش باش يخرجوا أحياء، باش هكاكا حتى حد ما يكشف أسراره. وبين 72 و76 باش يختفيوا على الأقل 12 مراهق. 12 اختفوا في ظروف غامضة، 12 أهلهم بلغوا على اختفائهم، فيهم شكون أهلهم قالوا بصريح العبارة أنهم يخدموا مع جون جيسي. لكن البحث ما أعطى حتى نتيجة. تعرف هذوما مراهقين، ومعروف على المراهقين الفصعة، وخاصة مراهقين أمريكي عادوا كي يوصلوا 18 سنة يهجوا معناها ساعات من ديارهم، حد ما يعرف عليهم وين مشاو. وبالتالي علاش تحب تتهم الراجل معناها وهو ما فما حتى شيء ينجم يدينه؟
حتى وصلنا لاختفاء روبرت بيست عام 1978 ديسمبر 1978. بيست شاب عمره في 16 سنة يخدم في فارماسي. نهارتها كان عيد ميلاده، فمدام بيست أمه جات باش تروح بيه، مسنسي روح وحده، نهارتها جات بالكهرباء باش تروح بيه على خاطر محضرت له خبزة جاتو وباش تعمل له عيد ميلاد. فخرج من الفارماسي ومشى لأمه، قاعد يخدم هو يلم في فلوس يحب يشري كهرباء. دونك هذاك علاش يعمل في الفهال خدم هذايا صغيره. مشى لامه وقال لها امي راني جوست عندي شكون جايني ورا الفارماسي باش يقترح عليا خدمه مخير من الفارماسي، نمشي نقابله درايج من زمان ونجيك. وقعدت مدام بيست تستنى في ولدها باش يرجع. تعدى درج واثنين وثلاثه ونص ساعه، تحيرت ودخلت بعضها، امشيت لورا الفارماسي. فص ملح وذاب، ما فماش ريحة ولدها ولا الراجل هذا اللي جاي باش يحكي مع ولدها. فدخلت للفارماسي تسأل فيهم، يا اخي عندكم شي فكرة بربي شكون اللي جاي لولدي او كان وراكم لهنا في الفارماسي؟ مولات الفارماسي باش تقولها، يظهر لي هذايا معناتها واحد هكا عنده شوية أعمال وعنده مطعم، يظهر لي هذايا سي جيسي، يظهر لي هو اللي قابل ولدك. جون جيسي الاسم باش يتعطى لمدام بيست اللي مش باش تتردد بتاتا في أنها تتصل مباشرة بالأمن. ولد عمره 16 سنة توا آخر العشية، فاش قام هذايا مع راجل كبير يمشي، الله أعلم وين يمشي، كان قابله. واتصلت بالأمن وشوف علاش وشوف كيفاش المرة هذه المحقق اللي باش تتصل به باش يخدم خدمته. إلى حد الآن عندنا أكثر من 12 اختفاء، حتى حد ما خدم فيهم خدمته. السيد هذا جاي يشوف، ذكرت له اسم جون جيسي، حل عليه الكتاب، يلقى جون جيسي عنده قضية فيها 10 سنين حبس اغتصاب مراهق. يلقى أنه فما اسم واثنين وثلاثة من الناس اللي كانوا يخدموا معاه واختفوا، فقرر أنه يتوجه له للدار. وهذا اللي عمله باش يتوجه للدار، الدار باش يشوف شنو فيها، وزعمه باش يلقى بيست ولا لا. هذا اللي نشوفوه في الجزء الثاني من حكايتنا لليله.